الموقف الحكومي الرسمي من القنصل التركي في محافظة نينوى مجهولا ومعلقا بتوصيات إنهاء خدماته المرفوعة من لجنة حكومية شكلت للتحقيق في خروقات محتملة قام بها القنصل. يبدو مسؤول محافظة نينوى مستائين من التسريبات التي تحدثت عن إبعاده، والتي يقولون إنها تشكل استهدافا لمحافظتهم على وجه الخصوص. ممثلي القنصليات والسفارات يزورون كل الأماكن، بل حتى يزورون أحزاب وجهات سياسية ومراجع. أكيد يعني أنه القضية إذا تم الإصرار على هذا الموضوع هناك استهداف سياسي لمحافظتين. من المفروض أن يزود يعني الحكومة المحلية ومجلس المحافظة لو كانت موجودة هكذا خروقات من قبل القنصل. بالتأكيد نحن نؤكد بأنه لا يحق للقنصليات في أي محافظة من التدخل في الشؤون الداخلية سواء للمحافظة أو للبلد بشكل عام. الشارع الموصلي بدأ متباين الآراء هو الآخر من قضية القنصل. القنصل التركي كيف يفتار يفوت؟ ما مستفادين منه أي شيء، يعني نحن القنصلية التركية لو مستفادين منه شيء خلي تظل بالموصل. لا والله ما مصالحنا، لأن يصير حركة بناء بالموصل وحركة من كل الجهات، بدل ما يفتحون بغير محافظات ليش ما بالموصل؟ قرار استبعاد القنصل التركي يفسر من قبل بعض المراقبين على أنه مفترق طرق جديد لتصعيد الأزمة مع تركيا وجعلها تتخذ بعدا دبلوماسيا أشد عمقا.